سنه ونص واول حاله سارس كوف 2 كوفيد 19 ظهرت، ومن ساعتها والعالم كله بيتكلم على البانديميك وخطورته. والحاجه اللي احنا متاكدين منها انه مفيش علاج للكوفيد 19. انا عايزه اتكلم معاكم على بانديميك تاني، بانديميك موجود وعالميا موجود والعالم كله عارف انه موجود بس محدش منتبه ليه. وان الاجراءات الاحترازيه اللي احنا بنقوم بيها عشان نمنع الكوفيد 19 من لبس ماسك، تباعد، غسيل ايدين، استخدام مطهر، محدوده بالنسبه للي هيبقى بعد كده مع السايلنت بانديميك القادم. الاجراءات الاحترازيه هتبقى واحنا بنحلق دقننا ما نتعورش. الاجراءات الاحترازيه واحنا بنخلع سناننا عند طبيب الاسنان. الاجراءات الاحترازيه بتكون برضو في عمليات جراحيه، زي ما احنا عارفين مفروض ان كل العمليات اللي احنا اتكلمنا عنها ما تحصلش فيها اي تلوث بهذا الميكروب. طيب عشان نفهم طبيعه هذا الوباء العالمي القادم لازم نرجع بالزمن لسنه 1948. في سنة 1948 البنت اللي انتوا شايفينها دخلت الطوارئ بحالة التهاب حاد في وشها، وكانت في نفس الوقت على محك الحياة، يعني خلاص هتفقد حياتها نتيجة هذا التلوث. بس حظها السعيد ان هي كان في نفس الوقت بداية استخدام اول مضاد حيوي معروف باسم البنسلين. البنسلين طبعا الفضل يرجع لسير ألكسندر فليمنج. سير ألكسندر فليمنج هو مايكروبيولوجيست زينا هو كان بيشتغل في المعمل بيتري ديش، مجموعة أطباق لنمو البكتيريا، وفي نفس الوقت كان عايز يقوم بأجازة، فالمعمل بتاعه كان كله بيتري ديش فيها بكتيريا، نسي يحط بعض من البيتري ديش في الحضان. لما طلع الاجازه ورجع بس لقى الصوره اللي انتوا شايفينها على يمين الشاشه، لقى البيتري ديش بتاعه اللي كان مفروض فيه بكتيريا بس فيه تلوث بفطر، وده بالنسبه للمايكروبيولوجيست شيء يعني مفروض ما حدش يعرفه. ولكن هو بدل ما يرمي البيتري ديش دقق فيه، لقى الفطر حوالينه البكتيريا ما فيش ليها وجود، يعني حصل لها دث، ماتت. وده كان بداية اكتشاف الماجيك بوليت، بداية اكتشاف الـ أول مضاد حيوي باسم البنسلين. وطبعا it's a fortunate accident، هي accident سعيدة، حادثة سعيدة. ومن هنا ابتدى يبقى معروف هذا العلاج أو هذا المضاد الحيوي عامة كله معروف باسم الماجيك بوليت، الرصاصة السحرية، لأن من أول اكتشاف الرصاصة السحرية والعالم حياته كلها أنقذت، بقى في يعني خلاص تحكم في البكتيريا والأمراض اللي بتيجي عن طريق البكتيريا. وابتدى بايب لاين كده من إنتاج كتير من المضادات الحيوية في 20 سنة، لدرجة إن كان في جراح ستيوارت ويليام قال إن إحنا it's about time to close the doors on infectious diseases. ده كان يعني conclusion خاطئ منه جدا، لان في نفس الوقت اللي ألكسندر فليمنج اكتشف فيه البنسلين اعلن عن وجود بكتيريا مقاومه للمضاد الحيوي، زي ما في بكتيريا بتريسبوند او حساسه للمضاد الحيوي، في بكتيريا بتقاوم المضاد الحيوي. وان الموضوع ده طبعا ادى لانتشار او يعني ظهور هذا السايلنت بانديميك نتيجه ان البكتيريا مقاومه. طب ليه البكتيريا بتبقى مقاومه؟ طبعا لو احنا رجعنا وربطنا بين الايفولوشنري جيناتكس استابليشد او يعني اللي هي كانت تشارلز داروين بيعرف الناس بيها، هنقدر نطبق نفس الجيناتيك ايفولوشن للانسان على البكتيريا. البكتيريا بتتكاثر بسرعة، وكل مرة البكتيريا بتتكاثر فيها في احتمال لأن يحصل تطور جيني، إنها يحصل فيها طفرات وراثية. في بعض من الأحيان الطفرات الوراثية بتكون لمصلحة الميكروب، لمصلحة البكتيريا، بشكل إنها تكون مقاومة للمضاد الحيوي. طيب ده يعني ليه اشمعنا يعني البكتيريا نتيجة إن احنا بنموتها بمضاد حيوي هتبدأ تبقى مقاومه ليه؟ لان احنا بنعمل عليها ضغط، ستريس،
على الخلايا زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا، في مجموعة من الخلايا لونها أصفر، دي اللي بتمثل الخلايا الحساسة السنسيتيف. وبس في بعض من الخلايا خليتين، الخلية الحمرتين الأحمر دول هم اللي هيبقوا بعد كده انتشار للبكتيريا المقاومة للمضاد الحيوي، لأن زي ما هنشوف بقى على اليمين الصورة البكتيريا الحمراء بدأت هي تبقى الماجوريتي من البوبوليشنز. وزي ما احنا شايفين الأول البكتيريا كانت المضاد الحيوي هو السوبر هيرو، بعد كده ابتدت البكتيريا ترفع بقى ايه الأزرع بتاعتها والهجمات بتاعتها بأنها بتقاوم المضاد الحيوي، وأعلن ظهور السوبر باج. هل احنا ان ادفانس يعني متقدمين على البكتيريا، ولا البكتيريا هي اللي متقدمة علينا؟ نشوف احنا اتصرفنا ازاي مع الموقف. احنا ابتدت شركات الادويه طبعا تدور على منتجات مربحه، لان طبعا شركات الادويه شركات تهدف للربح. فبدل ما كان في 27 شركه بتنتج المضادات الحيوي، تقلص العدد في سنه 2002 الى 7 شركات بس. طبعا ده معناته ان احنا ما بقاش عندنا كافي من المضادات الحيويه الجديده، لان التركيز في الشركات كان على الادويه اللي تستخدم لفترات طويلة زي الانتي كانسر دراجز أو زي الأدوية الضغط أدوية القلب، كل دي أدوية مربحة أكتر لشركات الأدوية. فبالتالي إحنا الإنتاج والبحث في هذا المجال قل، بحيث إن البكتيريا أصبحت تحصد أرواح الناس. طيب نقف نقول إحنا في مشكلة قادمة، ولا نبدأ نفكر في الحلول؟ نبدأ نفكر إيه الأسباب الأول عشان نلاقي حلول. الأسباب، أنا ليا تجربة شخصية كمايكروبيولوجيست وكأم، ابني الكبير جاله حرارة، جريت بيه على الدكتور، الدكتور وصف له في الروشيتا ريفامايسين، وده مضاد حيوي من خبرتي المايكروبيولوجي إنه بيعالج مرض السل أو بيعالج برضو الحمى الشوكية. فطبعا لما وصف هذا العلاج لابني أنا شكيت إنه يكون عنده حمى شوكية، فسألت الدكتور قال لي عنده لوز. فطبيعي أنا كمايكروبيولوجيست أعرف أهمية هذا المضاد الحيوي لعلاج السل وفي نفس الوقت لعلاج الحمى الشوكية. أخدت الروشيتا وخرجت وقطعت الروشيتا. ده يعتبر ميسيوز، ده يعتبر سوء استخدام للمضاد الحيوي من الطبيب، فما بالك بقى من الأشخاص المرضى. كل الناس بتستخدم المضاد الحيوي كأنه يعني علاج مضمون، ولكن في مؤشر عامل آخر هو اللي أدى لانتشار المضادات البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، الاستخدام في المزارع الحيوانية. 75% من استهلاك المضادات الحيوية في المزارع الحيوانية، وده لمنع انتشار الأوبئة، وفي نفس الوقت علشان يمنع يعالج طبعا ويزيد إنتاجية المنتجات من هذه الحيوانات. طيب الحيوانات دي فيها بكتيريا، فيها برضو ميكروبات، بتتعرض بدون داعي للمضاد الحيوي. ده معناته ان بعد كده البكتيريا اللي عندها هتعمل مقاومة، والمنتجات تستهلك بالإنسان، فالإنسان بعد كده برضو هينقله البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. لأن سنة 2050 في احتمالات، لأن العالم كله زي ما احنا شايفين على الخريطة يكون في مرحلة البانديميك بقى، يكون فعلا البانديميك مسيطر على العالم بشكل كبير جدا، بحيث ان مش هيبقى فيه لوك داون بقى زي ما بنقول مع الكوفيد، هيبقى فيه شت داون، العالم كله هيقفل على نفسه، لان هيبقى فيه تخوف من انتقال هذه الميكروبات. لان في سنه 2050 10 مليون شخص قد يتوفى نتيجه هذه المقاومه المضادات الحيويه، وفي نفس الوقت التكلفه الاقتصاديه هتبقى عاليه اعلى بكتير من اللي احنا دلوقتي بنعاني منه مع COVID-19. طيب احنا شفنا الاسباب، ولا بد ان احنا نبدا نفكر نعمل ايه عشان نمنع هذا الوباء انه يكون فعلا بقى مسيطر ومتحكم في الاقتصاد العالمي. اول حاجه مهمه جدا لازم العالم كله يعرف هي اللي احنا بنمارسه حاليا مع COVID-19، الاويرنس، التوعيه. لازم الناس كلها توعى بان المضاد الحيوي يستخدم بتمييز، يستخدم بعنايه، لان بعد كده هيبقى زي ما احنا بنقول بانديميك. وفي نفس الوقت لازم نكون في اويرنس كده لغسيل الايدين برضو زي ما بنقول مع السارس كوف 2، نغسل ايدينا لدرجه ان غسيل الايدين ليه يوم عالمي 15 اكتوبر، يوم عالمي لغسيل الايدين.
وطبعا لازم يكون في السانيتيشن بقى، المية اللي بنشربها نظيفة، وكل الانفايرمنت المحيط بينا انفايرمنت يعني صحي. طيب برضو الإجراءات الاستخدام في المزارع الحيوانية لازم يكون في رقابة صارمة ومنع ان اي مزارع يستخدم المضاد الحيوي لمنع الامراض او زيادة انتاجية هذه المنتجات لابد ان يعاقب، لان ده من برضو من الحاجات اللي لازم ننتبه ليها. طيب شركات الأدوية بقى دلوقتي ليها دور مهم، لان احنا لازم نبقى in the lead، لازم نسبق البكتيريا باننا نعمل ابحاث وإنتاج لمضادات حيوية جديدة لإحتواء هذه الأزمة، لأن لو ما بدأناش إحنا هنبقى برضو بعيد عن أننا نسبق البكتيريا، هتسبقنا بمراحل. وفي نفس الوقت الأساليب التشخيصية لابد أن تكون برضو في إيدينا، ولازم نبقى عارفين إحنا بنستعمل أي مضاد حيوي لأي مايكروب. طيب ده الأسباب، ودي الأجراءات اللي لازم نبدأ نشتغل عليها، نشتغل عليها جلوبالي وعالميا، لان العالم كله لازم يبقى يعني مشترك في احتواء هذه الازمه، لان لو ما اشتركش العالم هتبقى موجوده في بلد هتتنقل اللي بعدها، وهتبقى البانديميك. البانديميك كوفيد 19 احنا عرفنا نعمل ايه، وبالرغم من كده العنصر البشري بيقاوم انه يلبس ماسك او يغير روتين حياته. هنا بقى لازم نعرف ان احنا روتين حياتنا هيتغير باننا نحتوي هذه الأزمة من انتشار هذه الميكروبات. وزي ما بيقول المثل it's never too late، ولابد من اننا نبدأ as soon as possible. Thank you.